صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نسب أحد الوعاظ في أحد المساجد إليكم القول بأن المسبل إذا أذن فإن أذانه لا يصح ويعاد ذلك الأذان، فهل هذا القول عنكم صحيح؟ المسلم المسبل المسبل هذا كذب واضح، أنا ما قلت هذا ولا أقوله إن شاء الله. المسبل لا شك أنه فاعل معصية كبيرة من كبائر الذنوب، أما أنه لا يصح أذانه فلم أقول هذا، وأعوذ بالله أن يقول شيء من غير دليل ومن غير. نعم، المسلم يصح أذانه. هل المسبل مسلم ولا ما هو مسلم؟ المسبل مسلم لكنه عاصي معصية، فما دام أنه مسلم يصح أذانه.